يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة السورية ومخيم الركبان، وذلك بناء على طلب البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة. كانت الخارجية الروسية قد اتهمت في وقت سابق الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا بتجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الرقة التي أصيبت بدمار واسع نتيجة عمليات التحالف الدولي والقوات الكردية ضد تنظيم داعش العام الماضي.